وفيما تحتفل المملكة بأعيادها الوطنية، فإن للبحرين جنودا بواسل يذودون مع أخوة لهم عن حياض الوطن بشموخ ومعنويات عالية من خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن عمليات قوات دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. نرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى حضرة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين وسمو رئيس الوزراء الموقر، وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة عيد الجلوس والعيد الوطني المجيد. ونطمن أهلنا وشعب البحرين بأننا بصحة جيدة ومعنوية عالية في مختلف جبهات القتال ومناطق المسؤولية المحددة لقوة الواجب البحرينية في الأراضي اليمنية.